السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة عالم ربيع أم آدم. اليوم إن شاء الله غادي نجرب معكم البغير ديالي. غادي نحتاج 4 كؤوس ديال العنبة ديال السميدة الرقيقة كما كتشوفوا، وعندي هنايا 2 تاع الفورص، وعندي 2 خمارات وواحد فاني ومعلقة ديال الملحة. أنا هنا استعملت كمية كبيرة، اللي بغيتو تستعملوا غير نفس الكميه غتستعملوا غير 2 كؤوس العنبه ديال السميده الرقيقه وكاس واحد ديال فورس وخماره واحده. نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا السميد ديالنا بعد ما فقلي غربلتو، غادي نزيدو عليه الفورص. انا حيت محتاجة كمية كبيرة ديال البغرير نخلطو هادشي هكا، نخلطو السميدة ديالتنا السميدة ديالنا والفورص. غادي نزيدو عليها الفاني. سمحوا لي انا ما حطيتش الخميره، نسيتها. غادي ندير هنايا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات كما كتشوفوا، نخلطوا هاد العناصر ديالنا كاملين. كنخليو الخماره هي الاخر، صافي. كنبداو نزيدو في الماء. انا كنزيد الماء غير عيني ميزاني، ما كنديش بالكيسان، كنشوف حيت كان الدقيق اللي كيشرب الماء وكاين اللي ما كيشربش على حساب السميده والفرص اللي عندنا. بعد ما خلطنا هاد الخليط ديالنا صافي، غادي نديرو في كاس الخلاط الكهربائي. دابا زدنا الخمارة الاولى وغادي نزيدو الخمارة الثانية كما كتشوفو، صافي. وغادي نعاود نطحن، صافي. غنطحنو مزيان، صافي. ناخذ المقله ونبدا نخبز في البغرير ديالي. هانتوما البنات، ها هويا البغرير ديالي، العجينه ديالتو. انا خدت المقله داتها تسخن. نبدا على بركه الله، بسم الله. كما كيف ما كتشوفوا البنات، ها البغريره ديالنا هي بدات كتثقب، غير كطحني مباشره كتبدا تخبزي فيه، ما كتخليش يخمر لا حتى حاجه. انتما كيف ما كتشوفوا تبارك الله، ولكن كل مره وفي الصراحه كل مره وزهر، كما المرات كيخرج مزيان بعض المرات لا، ولكن هذه الطريقه كتخرج صحيحة. غير الماء كتبقى تخدم بالماء عينك ميزاك باش ما يجيش ما هو جاري، ما هو يعني بغيت نقول لكم خفيف، ما يجيش خفيف ما يجيش ثقيل. صافي، نحيدوا البغريره ديالتنا.
انا غنكمل البنات الخبز تاع البغرير ديالي ونوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش غادي يجي. والبنات اللي باقا ما شاركاش شارك في القناة ديالي وما تنساش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك والكومنتير وكنتسنى التعليق ديالكم. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البغره ديالنا. هانتوما نجي بهذه الطريقه هكا كنتمنى يعجبكم وشكرا.